نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ذكر ابن كثير في تفسيره أن الصلاة المفروضة قبل الإسراء اثنتان، قبل طلوع الشمس وهي الفجر وقبل الغروب وهي العصر. والسؤال: الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس، هل هي الصلاة المعروفة لنا أم هي مجرد الدعاء؟ السؤال يتكون من أمرين، أولا أنه كان هناك صلاة مفروضة قبل ليلة الإسراء، هذا جاء في رواية، نعم ذكره ابن كثير لكنه محل نظر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل، وكان الله قد أوجب عليه قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ الله أول السورة في آخرها، وهو قوله سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي مسافرون، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه، فنسخ آخر السورة أولها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرضت الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وبقي قيام الليل من باب النافلة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فبقي قيام الليل سنة بعدما فرضت الصلوات الخمس، أما أن هناك صلاة مفروضة قبل الإسراء فهذا ليس بمشهور، الله أعلم، إلا إن كان المراد به قيام الليل المفروض على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فهي على ظاهرها صلاة معروفة ذات ركوع وسجود وتكبير، هذا هو الظاهر. نعم.